نفى قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي انسحاب أي قوات عسكرية من المحافظة، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية في كركوك. وقال اللواء السعدي أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وباقي الأجهزة الأمنية تعمل في مواقعها بصورة طبيعية، ولا توجد أي انسحابات لأي قوة عسكرية من كركوك نحو أي مدينة عراقية، مضيفا أن قوات مكافحة الإرهاب وباقي الأجهزة الأمنية منتشرة ضمن قواطع العمليات والمسؤولية وتعمل بتنسيق عالٍ.